انطلقت في السويداء فعاليات ملتقى التنمية والشباب الذي تقيمه الغرفة الفتية الدولية جي سي آي وغرفة تجارة وصناعة السويداء بالتعاون مع جمعية سواعدنا الخيرية وبنك الأردن سوريا. وتشمل فعاليات الملتقى جلسات حوارية تخصصية حول قطاع السياحة والزراعة، التسويق الزراعي، القروض الصغيرة وسبل دعم المشروعات. الحكومة تدعم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات التي تساهم وتساعد في تماسك المجتمع وفي إدارة عجلة الإنتاج. الجي سي آي إحدى هذه المنظمات الفتية الشابة التي تحمل مشروعا اقتصاديا وتنمويا مجتمعيا. الحكومة لها دور كبير ووزارة الإدارة المحلية برعاية مثل هذه الغرف وهذه الجمعيات، وهي أطلقت أيضا مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة لإيجاد فرص عمل ومدخول للأخوة المواطنين في ظروف الحرب التي نعيشها في سوريا. الملتقى هو هدفه تسليط الضوء على احتياجات محافظة السويداء، تركيز على احتياجات الشباب وكيف ممكن نطلع بتنمية مستدامة للمحافظة لنقدر نفكر مشاريع بناء على الاحتياجات الموجودة فيها. الشريحة المستهدفة من هي الجلسات هي الشباب أولا، رجال أعمال والمستثمرين المهتمين بالقطاع، المهتمين بالشأن العام، ورواد القطاع الاقتصادي الحكومي والخاص. تأتي أهمية هذا الملتقى في تعزيز دور المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية في المشاركة بتحقيق التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على المشروعات التنموية والاقتصادية التي من شأنها المساهمة في تعزيز عوامل ومقومات الصمود عبر دعم الشباب وتفعيل دورهم وبناء القدرات المحلية وإقامة المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.